المزمور الثالث. يا ربي ما أكثر مضايقي وكثيرون القائمون علي، كثيرون يقولون في لا خلاص له بإلهه. وأنت يا ربي إنك ترس لي، إنك مجدي ورافع رأسي. صراخا إلى الرب أصرخ، ومن جبل قدسه يجيبني. أضجع أنا وأنام، وأستيقظ لأن الرب يسندني. لا أخاف ربوات الشعوب التي اصطفت علي من حولي. قم يا ربي خلصني يا إلهي، فإنك لطمت جميع أعدائي وحطمت أسنان الأشرار. من الرب الخلاص، على شعبك بركتك.